فن تشيكي. مرحبا، اليوم سنعلمك كيف ترسم وتلون بنفسك فستان أميرة اللامع. نعم، أولا نبدأ في عمل المخطط باستخدام قلم تحديد أسود. سنستخدم الأشرطة هنا. يمكنك أن ترسم الأكمام إن أردت، وسوف نرسم طبقات لأننا نريد هذا أن يكون حقا فستانا كبير للأميرة. لنرسم طبقة أخرى، خطوط متموجة باهر. لنرسم بعض الجواهر على الحزام، خلاب. ماذا عن القوس في المنتصف؟ نعم، نحن نحب القوس الجميل. الآن سنضيف بعض الزهور. نعم، ما هي الزهور المفضلة لديك؟ الزهرة المفضلة لدي هي الروز، أنا فقط أحبهم. يمكننا رسم أنواع مختلفة من الزهور هنا إن أردت. الآن من تعتقد أنها ستحب هذا الفستان المزهر؟ رابونزل؟ أو لا، لأنها في برجها. ماذا عن سندريلا؟ نعم، سندريلا هي أميرتي المفضلة. ماذا عنك؟ من هي أميرتك المفضلة؟ لنلونها بألوان لامعة؟ نعم، سنلون الأشرطة بالوردي. ماذا عن الأصفر للنصف الأعلى من الجسم؟ لن نلون الزهور الآن لأننا نستطيع تلوينها بلون آخر. الآن الوردي مجدداً. نحن نحب الوردي، والأميرات يجب أن يكون هناك بعض الوردي على ملابسهم، ألا تظن؟ لامع. نعم، ممتاز. أنا أحب عندما لا تكون سندريلا أميرة، ولكن بعد ذلك العرابة الخيالية تجعلها أميرة، ولديها عربة من اليقطين. جميل، لكن كن حذراً ألا تدق الساعة منتصف الليل، لأننا لا نريد لكل هذه الألوان الجميلة أن تتلاشى. إذن الأخضر يعطي تبايناً جميلاً، وبعض الأرجواني. أتعلم؟ الأرجواني هو لوني المفضل، ولا يمكن أن تتحسن بدون الأرجواني اللامع. باهر، ما هو لونك المفضل؟ أنا أيضاً، أنا أحبهم جميعاً. المزيد من الأصفر لتتناسب مع الجزء العلوي. نعم، الطبقة السفلية من الفستان تتناسب مع العلوية. نحن نستخدم فرشاة صغيرة، لذلك لا نلون الزهور عن طريق الخطأ. أنا أحب عندما يحصل الأمير على هذا الحذاء الزجاجي ثم ترتديه سندريلا، ويكون مناسباً لها تماماً، ثم يدرك أنها حب حياته. أفضل قصة خرافية على الإطلاق. صحيح، سنلون الأزهار الآن. الأحمر؟ نعم، الورود الحمراء. ونترك وردة بدون تلوين بهذه الطريقة. يمكننا إضافة المزيد من الألوان على فستان الأميرة اللامع. نعم، أنا أحبه. نعم، لنلون هذه الوردة بشكل مختلف. الأزرق؟ أحب كيف يبدو ذلك أمام الأحمر والوردي والأصفر. قوس أزرق جميل. لا ينبغي أن يكون كل شيء وردي لتكوني أميرة. يمكن أن تكوني ملونة بألوان قوس قزح أيضاً. ما الشيء الذي تود رسمه؟ ربما إذا حصلنا على بعض المواد يمكننا أن نخيط فستان أميرة كهذا. ألن يكون ذلك مذهلاً؟ هل تحب صنع الأشياء بنفسك؟ أنا أيضاً، وأحب الرسم والتلوين. فما رأيك؟ أنا أعتقد أن سندريلا ستحب هذا الفستان اللامع. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.